نختم مشاهدينا برنامج صباح اليوم مع طرابلس عاصمة الثقافة العربية. يعني ما في أحلى من هيدا الشيء، وهالشيء بيكبر القلب من خلال المعرض ومن خلال كتير أشخاص مشاركين ومن خلال الثقافة يلي نحن غصنا فيها في هذا المعرض. رح أحكي أكثر تفاصيل عن شيء خاص وضيف شرف في هيدا المعرض يلي صار، الفنان التشكيلي والحروفي خالد الساعي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، كيفك؟ بخير، كتير كل شيء منيح، ونحن كمان مبسوطين. أهلا وسهلا. يعني اليوم هيك طرابلس عاصمة الثقافة العربية فتحت المجال أمام الفنانين سواء بلبنان أو بسوريا أو وين ما كان بالعالم العربي، إنه هني عن جد يقدروا يحطوا بصمتهم الخاصة بهيدا المعرض. إيه صحيح، أكيد. وبحب البداية أشكر القائمين على المعرض، بشكر دكتور هند الصوفي، بشكر سعادة الوزير على الثقة والإيمان بأنه نعمل شيء وبيجي بشارك رغم كل الظروف. لكن فعلا الفن هو رسالة، والفن أيضا مرآة للمجتمع، والفن تعبير عما يجول، وأيضا الفنانين هني مرآة عصرهم. يعني فكان أمانة في تنوع كتير جميل من الفنانين، أنا شفتهم من كل أنحاء لبنان شاركوا، وبعض الفنانين العالميين أيضا كانوا موجودين، وكنت محظوظ أني اختاروني يكون هون. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. يعني اليوم المعرض اللي أنت حطيت له عنوان كتبت لكن بماء، يعني قدي معبر، قدي حلو، قدي بتحس أنت بهالشاعرية من خلال هالعنوان؟ أمانة أي أكيد، يعني الحرف هو أيضا حامل ثقافي وحامل معرفي وفني، وأيضا بالنسبة لي هو صورة للغة، فحبيت احتفي بالأدب والشعر من بلبنان، وبالذات جبران. كما نعرف جبران خليل جبران أحد أهم جبران خليل أهم الأسماء عالميا وليس طبعا عربيا، لكن ما كانت فقط أشعار جبران، هي فيها إحالة أو تورية مثل ما نقول. الناس هن السطور اللي كتبت بالماء، الماء هو الحياة، والماء البشر نفسه، يعني مثل ما نقول حتى الماء بالكون نفسه أو بالكرة الأرضية نسبته هي الأكثر، فحبيت احتفي بالزرقة اللي هي البحر والخضار اللي عم نشوف. على كل حال نحن وياك أستاذ خالد، هيدي مجموعة من الصور اللي حضرتك عرضها بالمعرض، هي الجدارية اللي عملناها مؤخرا وعمليا لسه ما انتهت. الجدارية هي جدارية طرابلس، هي اللي رح تصير ب 25-26 جدارية طرابلس عمليا نحن. أوكي. فعملتها باليومين الماضيين ولسه بدنا نكفيها، وهي مثل طرابلس أو لبنان بالإجمال هو موزايك. هيدي هي عم نشوفها، هيدي هي تفاصيل. إيه أوكي، هي كانت طور العمل لسه يعني ما خالصوا مثل ما شايف انه، بس قد ايه فيها تفاصيل، فيها تفاصيل وفيها احالات كثير، وفيها الحرف العربي هو شفره معبأ بالمعاني، وفي اشارات. طرابلس الطاء هو الطيبه، والراء هو الروح، والالف هو يعني الايمان. يعني اذا قربنا هيك فينا نقراهم. ايه طبعا، ايه هي مقروءه بس مقروئين. بس طبعا الفيديو منه كتير مفرجينا القصص بشكل واضح اللي عم شوف عبر، اذا مني مغلطه يمكن قطع كلمه هيك، لحتى يكتمل العمل طبعا لنقدر نشوف الصوره النهائيه. مزبوط. اذا كل اللوحات استاذ خالد اللي حضرتك حاططها بمعرض كتبت لكن بماء، هي حروفيه، هي يعني خليني اقول تعطي هذه القيمه للحرف العربي من خلال كلمات، من خلال فينا نقول عنها مخطوطه، نقول مخطوطة مرسومة بنفس الوقت مرسومة. لأنه مهم أنه الحرف هو أيضا لغة بصرية طبعا، وليس ناقل للغة المعروفة يعني، فهذا أيضا رهان تشكيلي أنه أكيد. نحن عندنا خصوصية وعندنا فن يحمل هوية، مثل ما أن عاصمة الثقافة العربية، الثقافة بإيش مكتوبة؟ باللغة العربية، فشكل اللغة هو الحرف، فأيضا بمعزل عن اللغة نفسها هو اللغة بحد ذاته الحرف. طبعا طبعا. خليني انتقل عبر زوم مع ضيفتنا أيضا مها الجماسة اللي هي مقررة لجنة الفنون البصرية، وهي المكلفة رسميا من قبل وزارة الثقافة لفعاليات طرابلس عاصمة الثقافة لسنة 2024. مها الجماسة صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا ست مارجريت. اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. يعني ما هاليوم قد ايه، اول شيء عنوان طرابلس عاصمه الثقافه العربيه 2024، هيدي لحالها بتعطي هالدفع وبتعطي هالحماس وبتعطي هالفرح، مش بس لاهل طرابلس ايضا لكل لبنان. صحيح، يمكن هالحدث صرنا زمان ناطرينه نحن، يمكن انه نفعل طرابلس ثقافيا وبالتالي تتفعل
كمان يعني اقتصاديا، يمكن الثقافة شوي تلعب دور لحتى تتفاعل ويعرفوا وجهها الحقيقي لترانس الناس. وطبعا عم تصير في نشاطات من شان لهالهدف هيدا، تنعرف طرابلس بوجهها الحقيقي الحضاري التاريخي اللي بيعموا السلام والثقافة والمحبة، هيدا وجه الحقيقي طرابلس. صحيح. ما هاليوم جدارية طرابلس التنوع والأمل والمحبة قديه عم تاخد شغل وقديه بعد بدأ أيضا، لأنه أنا اللي عرفته أنه ب 25 و 26 يعني تقريبا، لا هي قطعت مبارح خلصت؟ لا بعد ما خلصت، لسه في شغل عليها وكتير فيها معاني حلوة كتير الجدارية. أوكي. أصلا الدكتور خالد الساعي هو فنان حروفيات معروف جدا عالميا وله بصمات كتير حلوة، فكمان حب انه يحكي يترك لنا هدية بطرابلس تحكي عن طرابلس. نعم. حط فيها كل معالمها الاسماء، حط يمكن كمان صفاتها لطرابلس انها هي مدينة العلم والعلماء، يمكن اختصر تاريخ فيها، وكمان حب يكون في كمان للفنانين اعضاء لجنة الفنون اللي يكون في إلها بصمة كمان. فهيك يعني بس عملنا لمسة بالريشة بين حروفيات والحلوة الجميلة. هو فنان معروف جدا وموهوب جدا، يعني أنا أعماله ولوحاته مبهرة، يعني كان المعرض كتير ناجح وكتير حلو، وبنفس الأسلوب اشتغل جداريته، فهيدي يعني وثيقة تاريخية تركها رح يتركها بإذن الله، ولح تكون لبنة أو أولى لمتحف الفن المعاصر بطرابلس اللي نحن عم نسعى له، وكمان لجنة المتحف عم تسعى له بعده قيد الإنشاء يعني والتأسيس. نعم. ونحن كمان لح نشد كمان وهيك نشد همتنا كلجنة الفنون بالفعالية طرابلس، كمان لح نحاول ندفع ونشتغل برهم، لحن نحاول نشتغل نستمر بهالمهمة، لأن هيدا دورنا نحن كفنانين من طرابلس، هيدي مدينتنا وعم نحاول من وقت من أي مدى أنه نحن نبين وجهها الحقيقي ونشجع الناس والإعلام أنه يطلع عليها ويطلع على نشاطاتها. صحيح. والقصة الآتي كمان شي حلو الآتي، يعني صار كثير نشاطات تم تنفيذها، والآتي كمان كثير في نشاطات، وعم نحاول هيدي كمان بس بريد معرفة، عم نحاول كل فئات المجتمع أن يكون في إلها بصمة بهالفعالية طرابلس بهالسنة، من تلاميذ المدارس إلى الثانويات إلى الجامعة إلى الفنانين والحرفيين وجميع أنواع الفنون وكل والرياضيين وكل انواع كل الفعاليات انها تشترك بهالفعاليه بهالسنه. يعني اعطيتوا انتم الامل واعطيتوا الروح واعطيتوا الفرح والسلام لكل اهل طرابلس من خلال الاضاءه. نعم. على طرابلس عاصمه الثقافه العربيه. نعم. خليتوا الناس تشوف الوجه الاخر. اللي بتصير نحن ما لازم ننسى انه نحن بالتنسيق مع معالي وزير الثقافة عم بيتم كل هالأمر، حتى طبعاً. فكرة المتحف كمان بالتنسيق مع معالي ومع وزارة الثقافة، كله اللي حيكون بحضوره وبمعرفته بالتنسيق مع معالي. شكرا كثير لك ست مها، يعطيكي الف عافيه. شكرا لاتلانتيك الصباحيه معنا، اهلا وسهلا فيك. دكتور خالد، يعني اليوم قد ايه مهم لك ايضا انه اللجنه تختارك حتى انت تزين بريشتك وتزين بالحروف العربيه هالجداريه وتكون هي للتاريخ، خلص ذكرى بتحتفل فيها مدينه طرابلس وبصمه لمدينه طرابلس الى الابد. صحيح، هي تكريم وهي مسؤوليه كبيره ايضا، تكريم بانه يختاروني من كل فنانين العالم العربي، فهذا شيء جميل. وايضا مهم انه الحرف كهو مثل ما حكيت انه هو صوره اللغه، هو الفن البصري الى حد ما الرئيسي بعالمنا العربي، طبعا ليس الوحيد، في فنانين تشكيليين وفنانين عندهم ادوات اخرى، لكن هو يحمل هويه ثقافيه. وبالنسبه لي ايضا مسؤوليه انه
تترك عمل بمدينة تاريخية مهمة. صحيح. مفروض يعني عملت نوع من التهيئ، رحت درست طبعا تاريخ المدينة، لكن حتى عملت جولة بالمدينة، أزقتها، شوارع، الخانات القديمة، كل هذا يساهم بشكل أو بآخر يصب بإنجاز العمل، لأن استلهمت ألوان واستلهمت بناءات و العمارة حاولت أيضا تكون حاضرة، لكن بشكل عام هي اللغة أو الحرف الحامل الأساسي للوحة اللي يحمل إشارات ولا يحمل لا يعمل بشكل على مباشرة الكلمة، يعمل على الكلمة نوع من الموزاييك المتعشق والمتداخل، بالنتيجة العمل يصبح عصي على الإنسان من النظرة الأولى للقراءة المباشرة، لكن القراءة البصرية تكون حاضرة، فمن بعد يبدأ يكتشف بثنايا العمل تفاصيل وخيوط تؤدي إلى معاني وكلمات مختلفة. 100%. شكرا كثير لك دكتور خالد الساعي، شكرا لوجودك الصباحي معنا، وبالتوفيق بكل شيء بتعمله. أهلا وسهلا فيك.